المرافق اللبنانية أنا بقول قادرة تأمن 5 مليون طن، والمرافق التركية كمان نفس الشيء، والأردنية بدل في 5 مليون طن كمان بحاجة لها سوريا. نحن كل ما قدرنا نوسع الخدمات اللوجستية تبعيتنا، ال 5 مليون طن ممكن يصيروا 6 7. مرفق طرابلس أهميته التنافسية بالنسبة لإعادة إعمار سوريا أنه هو بيبعد عن الحدود السورية 30 كيلومتر فقط لا غير. هو الحقيقة بعد ما صار في حركة من هون لسوريا، بس في كتير ناس عم تيجي من يوروب، من الفار ايست، من الصين، يشوفوا كيف فيهم يحضروا حالهم كشركات كبيرة، إن كيف فيهم يحضروا حالهم حتى وانس صار في سلام بسوريا يقدروا يساهموا بإعادة الإعمار. في وعي عند كل السياسيين اليوم انه هيدي فرصه للبنان ما لازم نتهاون فيها، خصوصا في وعي عند السياسيين اليوم انه محافظه الشمال ومنطقه طرابلس عم بتعاني كثير من انعدام الفرص، من انعدام اي نوع من الاستثمارات. اليوم اكيد نحن ما حنباشر بأي عمل اقتصادي تجاري أو سياسي، ما زال في وضع سياسي مثل ما هو موجود اليوم بعد الحرب قائمة، بعده الوضع منه معروف كيف رح ينتهي بسوريا، فنحن هلأ أكيد ما حنتوجه نحو الأسواق السورية، ولكن أول ما يصير في اتفاق سياسي وتخلص الحرب نحن رح نكون من أول البلدان الجاهزين لحتى نلعب دور بإعادة الإعمار.